فكره ان هو ما انزلنا عليك القران لتشقى. الفكره دي ساعات احنا بنيجي نطبقها في حياتنا كتير، عنده فكره ان لما تتدين او تقرب ان بقى ايه العقد دي، او ان الدنيا هتبقى هتبقى خسران متع كتير في الحياه. المعنى ده ربنا اتكلم عنه خاطب بالرسول، وده سبحان الله من قديم الازل قريش كانوا شايفين كده، ان انت اتحرمت من حاجات كتير. انت جاي تقول لنا القران بقى، وجاي تقول لنا قربوا لربنا، احنا عايزين نعيش في متاع الدنيا وزي اللي الناس عايشه فيه النهارده. أيوة. خليني اقول لحضرتك، دايما في صراع جوه نفس كل بني ادم بين الحق والباطل وبين الفتن والشهوات والاهواء. يعني النهارده يعني ناس بسيطه يقولوا لك ايه، او يقولوا لحضرتك ويعلمونا، يقول لك الحرام هو اللي بفلوس. يعني عشان تعمل حاجه حرام النهارده، او تعمل حاجه سبب للشقاء، او حاجه تغضب ربنا والعياذ بالله، انت بتتعب وبتدفع فيها فلوس. يعني والعياذ بالله، واحد عايز يشرب خمره او يشرب مخدرات بيدفع فلوس عشان يجيب المسكرات والحاجات الوحشه دي، عايز يعمل اي معصيه بيدفع فلوس عشان يعمل المعصيه. طب والطاعه؟ الطاعه سهله وببلاش، وربنا سبحانه وتعالى ميسرها لك. ولكن الصراع اللي موجود جوه نفس كل انسان مننا بيحتاج منه انه يتريث ويهدى ويركز في رسائل ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا قال لسيدنا النبي ما انزلنا عليك القران لتشقى، مش معنى الانسان المتدين او اللي قريب لربنا او اللي محافظ على الصلوات ادعينا معاك يا شيخ وانت بتصلي، ناس مثلا في شركه ولا في مصنع، ما احنا بنشوف الناس دي. أيوة، ودي معاملتنا مع بعض. انا مش هصلي بس ادعي لنا. ادعينا. أيوة. معاك يا عم، ربنا يكرمك يا واد يا مؤمن وبتاع وعد الناس. والله بنسمع من الشباب والناس يقولوا كده. لا يا جماعه، عمر القرب من ربنا وعمر التعلق برسائل ربنا الجميله ما كان سبب ابدا للشقاء، ولا سبب للتعاسه، ولا سبب ان الانسان يبقى كلوز ومقفل ويقول لك يا عم ده شخصيه متعبه. لا والله، الدين للحياه والحياه للدين، وما فيش انفصال ولا انفصام ولا انقطاع بين الدين والحياه. ازاي ده؟ ربنا قال في القران في ايه جميله قوي، واحنا قلناها في سوره القصص لو نذكر، ودي كانت معانا برضه سوره القصص على ما اذكر. لا ولا ما اتكلمناش لسه عنها في برنامج تاني. طيب، سوره القصص فيها ايه جميله قوي في القصه بتاعت قارون. ربنا قال يعني آية فيها توازن للتعامل مع قصة الشقاء والقرب من ربنا، أو مع قصة إن أنا أبقى متدين. متدين دي مش معناها إن أنا أبقى شيخ أو أبقى بصلي بس. متدين يعني أنا ملتزم بتعاليم الدين اللي ربنا نزلها، بقوانين ربنا. هو ده عيب يا جماعة؟ هو ده حرام؟ هو بقى الإنسان المتدين نقول عليه طيب وغلبان ونقول عليه بالله ويضحك عليه؟ لا والله. او حياته ممله ما فيهاش متعه. ما هو بقى الناس المتدينه لازم برضو لما تقرب من ربنا تظهر للناس جمال علاقته بربنا، فيظهر الابتسامه والجمال والذوق والشياكه والمعامله الطيبه والكرم والاحترام والاحسان والمشاركه والمعاونه والمحبه والقلب السليم. هو ده الدين. اوعى حد يفكر ان واحد متدين يعني مكشر وشه وقافل بقى وايه وعامل 111 وكل متع الحياه موجوده بس بسكه حلال. لا طبعا، بسكه حلال وبابتسامه طيبه، وده ربنا قاله وبرحمه بالظبط وبطبطبه وحنيه على الناس. عايز اقول بس الايه بتاعت التوازن عشان خاطر اللي بيقرب من ربنا ما يفكرش ان هو لما يقرب ينسى الدنيا. لا، ربنا قال وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. ابتدي الاول اربط قلبك ونفسك وروحك وعقلك واعمالك وعلاقتك بكل شيء في الدنيا، انا بعمله ليه؟ طب هل ده عند ربنا يوم القيامة شكله هيبقى عامل ازاي؟ انا هشوف الرصيد ده، هل حسنات ولا سيئات؟ ايه الثواب؟ ايه الاجر؟ ايه النتيجة؟ فربنا يقول وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني يربط كل حاجة في حياتك بالدار الآخرة. طيب وخلاص كده يا شيخ بقى، اقعد انا افكر في يوم القيامة وفي الآخرة والدنيا اللي انا جاي فيها دي، يبقى لا كسبت لا دنيا والآخرة؟ يا سيدي بس صلى على النبي، صلى على النبي، هتكسب دنيا وآخرة ان شاء الله. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اهو الدنيا دي يعني ايه؟ يعني الشغل، يعني العيله، يعني الصحاب، يعني الانبساط، يعني الترفيه في حدود ما يرضي الله تبارك وتعالى، ان انت تعيش حياتك الجميله. والله كل 24 ساعه بيعدوا على الانسان وعلى كل واحد مننا ممكن يجعل منهم طاعات وحسنات وسعاده وانبساط وانشراح صدر، بس باراده من جواك واداره لحياتك اللي ربنا قالها اهوت. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا بس وخلاص، لا، وأحسن كما أحسن الله إليك. كل حاجة بتعملها اعملها بإحسان
وبإكرام وبإتقان وبمهارة وبشطارة على الوجه اللي انت ترتضيه لما تحب ان انت تعمل حاجة لنفسك. علشان كده ده كان إقرار ربنا، وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.